بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في قناة المراعي لتسمين العجول. حلقتنا اليوم دراسة جدوى عن تسمين 10 عجول جاموس. تمام، على السبورة إن شاء الله ونشرح. بس قبل ما أبدأ، يا ريت أنت اتفرجت على الفيديو عجبك اعمل لايك، اشترك وفعل زر الجرس، دعمنا شوي عشان القناة تنتشر أكثر. تمام، هتكلم الأول عن 10 عجول جاموس. 10 عجول، هجيب العجل ب10,000، ما هجيبوش صغير عشان هي يعني هحسب مثلا 100 كيلو، أنا هجيبه ب10,000. أبو 10,000 مثلا يعمل له 120 130 كيلو، بس أنا هحسب على 100 كيلو على أدنى الأشياء. ال 10 عجول في 10,000 هيساوي كام؟ 100,000 جنيه. تمام؟ هنحسب بعديها البرسيم. العشر عجول محتاجين برسيم 15 جرام بكام؟ تكلفتهم 7,500 ايجار، وهحسب مياه اللي هي الري 1,800. تمام، هحسب اللي هو السماد اللي هو الروس، اللي روس العجول عامل 3,000 على مسافة، لأن هذا العربية حجازي، على مسافة الخمس سنين يعني 600 جنيه في السنة. هحسب بعديها التجاوي بتاعت البرسيم، تجاوي برضك ب 3,000 على مدار الخمس سنين يعني عاملة 600 برضك. تمام، العشر عجول محتاجين تحصينات. التحصينات عامله 4,000 جنيه. تمام، هنحسب كميه الاتبان. تعال كده نحسب كميه الاتبان. احنا محتاجين العجل الجاموس بحول كيلو، كميه التبن في العشر عجول، العجل الجاموس بحول كيلو في اليوم، يعني كل انا محتاج العلفه بتتغير كل 50 كيلو، كل 50 كيلو انا بغير العلفه. يبقى عندي هنا الكيلو، وعندي هنا اليوم، وعندي هنا نحسب مثلا من 100 كيلو محتاج كام يوم؟ محتاج 50 كيلو عشان يوصل كام؟ عشان يوصل 150 كيلو. طب هيحتاج قد ايه علفه 100 كيلو؟ هيحتاج المفروض 2 كيلو من وزنه، يحتاج 2 كيلو علف، 2 كيلو علف. طيب انا هقدم له كام؟ 1 كيلو علف في 50 يوم، طالعة بكام؟ طالعة ب50، يبقى 50 كيلو في أول يوم. باقي اليوم هقدم أنا برسيم، يبقى برسيم الصبح، برسيم في الظهر، برسيم في العصر، في الليل بقدم له 1 كيلو علف، ده 100 كيلو، بقدم له 1 كيلو علف، 1 كيلو علف، وبقدم له كمية التبن سواء كيلو تبن أو كيلو ونص تبن. طيب أنا كده وصلت 150 كيلو، 150 كيلو برضه في 50 يوم يعني هيوصل معايا كام؟ هيوصل معايا 200. لا، من 150 هيوصل معايا 200. طيب هياخد كام كيلو ال 150؟ ال 150 المفروض هياخد 3 كيلو، هياخد 6 كيلو، هياخد كام؟ هياخد 3 كيلو علف. 3 كيلو علف. انا هقدم له كام؟ كيلو ونص. في 50 يوم طالعة ب 75. طيب انا وصلت ال 200، 200 كيلو في 50 يوم عشان اوصل 250. ال 200 كيلو هياخد كام؟ المفروض ياخد 5 كيلو علف. طب يبقى انا هقلل الكميه للنص، يبقى 2.5 في 50 طالعه بكام؟ طالعه ب 100. ثواني كده، اتنين ونص في 50 يوم طالعه ب 125، اسف 125. طيب طب والكيلو ونص في 50 طالعه ب 75. تمام، طب انا كده وصلت 250. طب بعديها محتاج من 250 الى 50 يوم عشان اوصل ال 300. طب ال 250 ياخد، المفروض ياخد كام؟ ياخد 6 كيلو علف، 6 كيلو علف. طب 6 كيلو يبقى هقدم له 3 كيلو علف في 50 يوم، تطلع بكام؟ 3 في 50 يوم طالعه ب 150 كيلو علف. دي كيلو، دي الكيلو، دي الكيلو. تمام، طب انا وصلت 300، محتاج من 300
50 يوم عشان اوصل ل 350. تمام. طب ال 300 هياخد المفروض كام؟ هياخد 7 كيلو علف. 7 كيلو علف، يبقى انا هقدم له كام؟ 3.5 في 50 يوم طلع بكام؟ 3.5 في 50 يوم طلع ب 175. 175 كيلو. طيب ادي دوره 2 3 4 5. تمام. انا كده وصلت 350. طب بعديها هعمل ايه؟ بعديها من 350 الى ال 400، وعندي من ال 400 الى ال 450. ال 350 المفروض ياخد 8 كيلو علف، انا هقسم الاثنين دول اللي هم الدورتين دول هقسمهم على 8 كيلو علف، وباقي اليوم هدي وجبه واحده في النص. انا كنت بدي 3 وجبات برسيم وجبه واحده علف في الليل. اما في من 350 هعمل ايه؟ اقدم وجبه الصبح علف ووجبه في الليل علف، وهقدم وجبه واحده بس في النص. طيب دولت 60 يوم. 60 يوم. 60 يوم في 8 كيلو علف طالعه ب 400 ب 480. طب تعالى نحسب كميه العلف اللي هيستهلكها العجل. 480 زائد 175 زائد 150 زائد 125 زائد 75 زائد 50، تطلع معايا طن و100 كيلو. يبقى الاعلاف طن و100 كيلو في 7 جنيه ونص، واحنا وضحنا 7 جنيه ونص ليه؟ وانا بدخل الاغلال كلها في مواعيدها. انا بدخل الزرف في ميعاده هيدخل ب 7 جنيه، بدخل الفول في ميعاده كان داخل ب 14 جنيه، دلوقتي الفول ب 18 و20، الذره دخيتها عامله 116. تمام؟ يبقى طيب 100 طن وكيلو، طن و100 كيلو في 10، طن و100 كيلو في 10 عامله 11 طن. 11 طن. تمام؟ 11 طن. ثواني. طن و100 في 10 عامله 11 طن. 11 طن في 7 جنيه ونص عامله 82000 جنيه. يبقى الاعلاف عامله كام معايا؟ 82000 جنيه. وعندي التحصينات 400، وهنا 600 التجاوي، والسماد 600، والمياه 1800، والايجار 700. طب تعالى نحسب دولت كده. 100000 العجول زائد 750 الايجار زائد 1800 اللي هي الميه زائد 600 سماد زائد 600 تجاوي زائد 4000 تحصينات اناره. اناره 600. لا الاناره هنرفعها شويه. اناره العجل اللهم صل على النبي 600. لا هنخلي اناره 1000. الإنارة زائد 1000 إنارة طلع معايا كام؟ 115000. 115500. يبقى هنا عندي التكاليف 115000. 115000. لا ثواني في خطأ. 100 زائد 82000 اللي هي الاعلاف زائد 7500 زائد 1800 الميه زائد السماد 600 زائد التجاوي 600 زائد 400 تحصينات. التحصينات 4000 زائد الاناره 1000. طالعه كام معايا؟ طالعه 197000 جنيه. باقي معايا الاتباع. باقي معايا كميه التبن. عندي 10 شهور العجل هيستهلك فيهم كام؟ ياخد المفروض هياخد كيلو ونص 2 كيلو بس في الليل. تمام؟ 10 شهور يعني 300 يوم. 300 في 300 في 2 طالعه ب 600. طيب الشهرين الاخر اللي هم 60 يوم المفروض يستهلك 4 كيلو. 60 يوم في 4 كيلو عامله كام؟ عامله 240.
هننزل الصفر، هننزل الاربعه، هننزل، يبقى العيد مستهلك 840 840 840 على اللي اللهم صل على النبي 250 الحمل، يبقى العجل مستهلك 3.3 3 حمول فاصل 3 نضربهم في 10 في 10 يبقى 33 حمل، 33 حمل ونص. طب 33 حمل ونص نضربهم في 300 عامل 10000، يبقى الاتبان عندي كام؟ الاتبان عندي 10000، وانا عندي هنا يا العجول 100000 والعلفه بتاعتهم 82000، عندي البرسي الايجار الارض 700 7500، المياه 1800، السماد 600، التجاوي 600، التحسينات 4000، الاناره 600، وكده انا وفرت كل متطلبات العجل. برضك لازم انا عشان احقق ربح انتقاء فن اختيار العجل، اختار العجل كويس، الخشب عريض، اختار العجل المناسب، واختار العمر المناسب لي. وانا هنا حددت ان العجل ب 10000، بس ال 10000 هيعدي ال 100 كيلو، 10000 عجل جاموس هيعدي ال 100 كيلو، وحاسبهم كلهم كده. هنيجي هنا نحسب التجاوي عليهم 10000، هتطلع معايا 10000 زائد 100000 197000، تطلع معايا هنا الناتج الإجمالي كله هيطلع معايا 207000، 207000. طيب 207000 دي المصاريف كلها، تمام، 207000. طيب تعال نحسبهم كده على 450، 450 في 10 عاملين 4500. انا هقول سعر القايم في الجاموس على 62، مع انه دوختي اعلى، وصل 65 واعلى كمان. نحسب على 63، في 63 عامل معايا 284000. طب 284000 ناقص 207000 طالع من الإجمالي صافي الربح في الدورة 77000، 77000 جنيه. ده دورة عجول جاموس من وزن 100 كيلو إلى 450 كيلو بتكلفة 207000 بإيرادات 284000، حقق معايا ربح 77000. 10 العجول الأبقار حققوا ناتج كام؟ 105000، اعلى من الربح اللي حققه الجاموس. ده نظر ليه؟ لان انا استهلكت الربيع طوال السنه. بس عندي حاجه، انا استهلكت الربيع طوال السنه 77000 جنيه دي الدوره. يبقى انا الفيديو القادم ان شاء الله هنجيب مقارنه بين ايهما افضل، عجل الجاموس في التسمين ايهما افضل لتسمين العجول، عجل البقري ام الجاموس. احنا قلنا هنا الربح 77000 جنيه، وفي العجل البقري قلنا كام؟ 105000 جنيه، تمام؟ ونلتقي ان شاء الله. بس يا ريت اللي شاهدت الفيديو عجبك اشترك وفعل زر الجرس واعمل لايك، وشكرا.